السلام عليكم ومرحبا بكم مجددا على قناة تعلم اللغة الفرنسية. في الحلقة السابقة تكلمنا على لاكور ديال الفيرب مع لو سيجي، يعني فوقاش الفعل كيتبع الفاعل في التأنيث وفي الجمع ديالو، وفوقاش ما كيتبعوش في التأنيث كذلك وفي الجمع، هذا هو لاكور. في هذه الحلقة هذه غادي نكملو على الدرس ديال لاكور، ولكن بالضبط في لاكور ديال بارتيسيباسي. نبداو مع بارتيسيباسي اللي كي يتوظف مع الفيرب اتر، يعني امبلوي افيك اتر، لان بارتيسيباسي كما كنعرفو كيتوظف مع اتر وكذلك مع افوار، يعني مع لي زوكسيلير. نشوفو القاعده ديالو مع اتر. بارتيسيباسي امبلوي افيك لوكسيلير اتر s'accord avec le CJ des verbes. يعني en général ni كيكون مع ni كيتاكورد مع الفيرب اتر كيتبعو في التأنيث وفي الجمع ديالو، كما كتلاحظوا في المثال ils sont sortis. عندنا participe passé اللي هو sorti تبع لنا الفاعل، يعني في التأنيث وفي الجمع، يعني عندنا ال اللي هو هن باللغة العربية، يعني مؤنث في الجمع، لذلك زدنا او اس. كان عندنا مفرد غادي نحيدو اس، كان عندنا في المذكر غادي نحيدو كذلك او. هذا هو لاكورد ديال بارتيسيباسي مع الفيرب اتر. نفوتو ونشوفو لاكورد ديالو مع الفيرب افوار. نبداو بالحالة الأولى. اون ريغل جينيرال لو بارتيسيب باسي امبلوي افيك لوكسيليير افوار ساكورد افيك لو كومبليمون دوبجي ديريكت سي سولوي سي اي بلاسي افون لو فيرب. يعني بصفة عامة بارتيسيب باسي اللي كيتستعمل كيما قلنا مع لوكسيليير افوار كيتاكوردا إلا كان المفعول به ولا الكومبليمون دوبجي ديريكت قبل من الفيرب، يعني كينزل قبل من الفيرب. ونشوفو الامثله التوضيح. نبداو بالمثال الاول لي سبيكتاتور اون ابلودي. هنايا ما غاديش تاكوردا لنا ابلودي كما كتلاحظوا، يعني كان خصو يتاكوردا في الجمع لان سبيكتاتور في الجمع، ولكن ما تاكورداش. لماذا؟ لانه با كومبليمون دوبجي ديريكت، يعني الا ما كانش complément d'objet direct et n'est pas d'accord. Je vous le mets à l'tani. Les pêcheurs ont remonté leur filet. Et d'ailleurs, le complément d'objet direct en a après le verbe. Et n'est qu'il me cut l'ahdo leur filet. Donc, le complément d'objet direct, et n'est qu'un jeune amour le verbe qui me cut l'ahdo, m'a dit je colle l'accord. C'est fait l'hala. يعني الا ما كانش او الا كان مور الفيرب راه ما كيتاكوردار. شوفوا المثال الثالث لي بيشور لي زون رومونتي. هنايا الكومبليمون دوبجي ديريكت افون لو فيرب كيما كتلاحظوا هو لي، يعني هنا غادي يكون عندنا لاكور افيك لو كومبليمون دوبجي ديريكت كيما قلنا في القاعده الفوق، يعني كيكون الا جانا قبل من الفيرب غادي يكون لاكور، الا كان كومبليمون دوبجي ديريكت قبل من الفيرب. وهنايا عندنا كومبليمون دوبجي ديريكت هو لي، يعني لي بيشور لي زون رومونتي. فوتو ونشوفو الحالة الثانية في الاستعمالات ديال بارتيسيب باسي مع الفيرب افوار. كل بارتيسيب باسي يسويفي دان انفينيتيف. اون اكورد لو بارتيسيب افيك لو كومبليمون دوبجي ديريكت placé avant le verbe si le complément d'objet direct fait l'action exprimée par l'infinitif. Il y a quand même qui m'ont connu le participe passé mais tu bois l'infinitif bois le fait l'infinitif ou je redis accorda ou là je fais le métal. Nous les avons entendu rentrer. D'ailleurs un nouveau accord. Lima da
لان لي اللي هي الكومبليمون دو بجي ديريك كانت هي السي جي ديال غونتخي، يعني لانفينيتيف او لا كومبليمون دو بجي ديريك في لاكسيون اكسبريمي بار لانفينيتيف. الا ما كانش هو اللي يدير لاكسيون الماضي يكون ما غاديش يكون لاكور. نشوفوا المثال الثاني اللي غادي يوضح ذلك. اون اكورد با البارتيسيب سي لو كومبليمون دوبجي ديريك سي في لاكسيون اكسبريمي بار لانفينيتيف. هنايا العكس ديال الاول، شوف ليكزامبل التوضيح. سي لي جوند نو لي زافون اونتوندي راكونتي، هنايا ما كاينش لاكور لان لي هي كومبليمون دوبجي ديريك دو راكونتي. هذا العكس ديال المثال الاول، غير هذا كان فيه لاكور وهذا ما كاينش لاكور، يعني ما كاينش كما كتلاحظوا اونتوندي ما زدنالاش اس كما زدنا في المثال الاول، يعني ما درناش في الجمع لانها ما تاكورداش. الفوتو اتونسيون، هنايا عندنا دي بارتيسيب باسي في حالات يعني ايريغولي، عندنا اي تي اللي هو البارتيسيب باسي ديال الفيرب اتر اي ان فاريابل، يعني ما كيتاكورداش ملي كيكون ان فاريابل، يعني كيبقى هكا، يعني ما يمكنناش نزيدو له لا او ولا اس. شوفوا المثال التوضيح، نو زافون زيتي ايتوني، كما كتلاحظوا البارتيسيب باسي اللي هو اي تي ما تاكورداش. لماذا؟ كما قلنا لانه ان فاريابل ما كيتاكورداش، يعني عقلوا عليها، يعني ايتي اللي هو البارتيسيب باسي ديال اتر ما كيتاكورداش. نشوفوا الحاله الثانيه اللي هو في اللي هو البارتيسيب باسي ديال فير ان فاريابل لوسكي لي سويفي دان انفينيتيف. تا في اللي هو البارتيسيب باسي ديال الفيرب فير كيكون ان فاريابل، ولكن في الحاله ملي كيكون متبوع بواحد الانفينيتيف. شوفوا مثال التوضيح، سي ملتيبل نات جو لي زي في فير بار ان كوافور. كما كتلاحظوا هنايا عندنا في ما تاكورداش، يعني ما زدنا له لا او ولا اس. لماذا؟ لانه متبوع بواحد الانفينيتيف اللي هو الفيرب فير. وبهذا كنكون وصلنا لنهاية الفيديو بعد ما تعرفنا على لاكور ديال بارتيسيب باسي في الاشكال ديالو في الحالات ديالو كاملين مع امثله التوضيح. وما بقى لي الا نتاكم على امل اللقاء بكم في الدرس القادم اللي هو متعلق بلاكور ديال بارتيسيب باسي، ولكن ديال لي فيرب برونومينو، يعني لاكور دي بارتيسيب باسي دي فيرب برونومينو. وما تنساوش تبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم باش تعمل الفائده، واللي مازال ما تابونيت ابونا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الفيديوهات الجديدين. مع السلامه.